بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إخوتي الأحبة يلي موجودين معنا بهالكنيسة المباركة ويلي عم بتشوفونا عبر وسائل الإعلام بالعالم كله سوا، تحية بالرب يسوع بهالنهار المبارك يلي نحنا مجتمعين فيه. أكيد اليوم ربنا من خلال الإنجيل عم يعطينا رسالة جديدة وعم يعطينا رسالة حتى نعيشها اليوم بحياتنا. هي إذا بدنا نعنونها العنوان الكبير عدم الكذب، لا تكذب، يلي هي وصية من الوصايا العشر يلي ربنا حطتها ونحن بنسميها الوصايا الطبيعية أو الشرائع الطبيعية. بس قبل ما احكي عن هالشي هيدا، انا لفت لي نظري شغله بتقول احتشد عشرات الالوف من الجموع اجوا حتى يسمعوا يسوع. واكيد هالناس يلي اجوا حتى يسمعوا يسوع هن عده انواع، مثل بيشبهونا نحن البشر. لما منعرف انه في ضجه، في شخص معروف، عدة أنواع من الناس بيحضروا، بس كل واحد بيكون في عنده سبب حتى يكون عم يحضر، مش هيك؟ وكون يسوع كان اسمه صار معروف والناس صاروا بيعرفوه، فإذا في عدة أنواع من الناس حاولوا إنه يجوا يحضروا ويكونوا موجودين تيسمعوا ليسوع. القسم الأول من الناس هن الأشخاص اللي بيحبوا ليسوع، يلي كانوا يلحقوه من محل لمحل. محل ما هو كان موجود كانوا ينوجدوا معه، في منهم تلاميذه، في منهم الرسل، في منهم الأشخاص المقربين يلي كانوا كتير أخذوا التعليم تبعوله. القسم الثاني من الناس هن الناس يمكن يلي يسوع عمل معهم إعجوبة أو غير لهم حياتهم. في أشخاص طلبوا منه أنه يتبعوه وهو قال لهم لا، للطيور لمن اجى الشخص يلي طرد منه الشياطين وقال له بدي اتبعك، يسوع قال له لا، انه انت في عندك رساله ثانيه. وفي اشخاص كتار ربنا عمل معهم اعجيب، هالاشخاص يلي ربنا عمل معهم اعجيب كان في عندهم شغف على طول انه يكونوا معه ليسوع. كمان القسم الثالث من الناس اذا بدكم هن الناس الحشريين. الحشريين يلي جايين حتى يشوفوا هالشخص هيدا شو بده يقول، شو بده يعمل، سمعوا عنه. في عنا عدد من الأشخاص كمان يلي تبعوا ليسوع يلي هن الأشخاص اللي آمنوا فيه ومش مسترجيين إنه يقولوا قدام الفريسيين إنه هن مؤمنين بيسوع. مثلا نيقوديموس هو من الأشخاص يلي آمن بيسوع، بس الوظيفة تبعيته والمهمة تبعيته ما كانت بتسمح له أنه يجي قدام الناس كلها سوا يقول أنه أنا آمنت بيسوع. يوسف الرامي كمان هو من الأشخاص يلي آمنوا بيسوع بس ما قدروا أنه يعلنوا هالشي هيدا إلا من بعد موت يسوع المسيح يلي نزلوه ودفنوا بقبر يوسف الرامي. وكذلك الأمر كانوا الفريسيين يلي كانوا أوقات يكونوا موجودين وأوقات كانوا يبعثوا جماعاتهم، وجماعاتهم كانوا يحطوها حتى يشمشمولن ويحاولوا أن يعرفوا هالشخص هيدا شو حكي عنهم. فإذا هالشرائح هيدي من الناس كلها سوا كانت موجودة. بين هالناس هودي كلهم سوا يسوع اختار شريحة الفريسيين وأراد يسوع أن يقول قدام الناس كلها سوا أنه هالأشخاص هودي اللي أنتوا مفتكرينهم أقدس منكم وأفضل منكم وأحسن منكم، هودي الأشخاص أنا بقول لكم انتبهوا من خمير يلي هو خمير الكذب. والكذب هيدا الشيء موجود، بلش بتعليم بسموه تعليم ماعث. تعليم ماعث كان موجود بمصر قبل ما ينتقل لشريعة حمورابي وقبل ما ينتقل لشريعة موسى
ويصفي هاي اسمه الشرائع الطبيعية يلي هي موجودة عند الناس كلها سوا، كانت موجودة عند ماعث يلي بماعث بيقولوا الوصايا يلي نحن منتعلمها لا تقتل لا تزني لا تسرق لا تكذب لا لا لا، كانت موجودة عندهم، بس هالشريعة بيقول كانت تقول أنا لا أقتل، أنا لا أسرق، أنا لا أكذب، ما كانت تجي بفعل الأمر يلي إجت مع حمورابي ويلي إجت مع موسى، كانت تطبق، كان الإنسان يطبقها على ذاته. ويقال إنه بشريعة ماعث كان الإله بهداك الوقت كان الشخص ياخد الخطايا اللي موجودة عنده ومقابيل هالخطايا كان يحط ريشة، فإذا كانت الريشة هي تطبش كان هالشخص هيدا يخلص لأنه قدر إنه يعيش مع وصايا الرب. وأكيد هالشريعة هيدا انتقلت لشريعة حمورابي، ومن بعد شريعة حمورابي انتقلت إلى شريعة موسى يلي نحن نسميها اليوم الوصايا العشر، يلي بتقلك أنت كإنسان لا تكذب، كأنها عم تجي لعندك وتقلك ممنوع انك ممنوع انك تكسب من هلا وبالرايح. فاذا هالفريسيين هودي يلي كانوا بيعرفوا هالشرائع هيدي كلها سوا كانوا مجبولين بالكذب، كانوا بعده الوان، كانوا مثل الحربايه ملونين، وكان على طول الكذب تبعولهم ما حدا يقدر يفضحه الا يسوع المسيح، لانه يسوع المسيح كان هو الحقيقه. يسوع المسيح كل كلمه كان يقولها كان يعيشها. والفرق بينه وبين الفريسيين إنه الفريسيين كانوا حكيهم طيب، إنما أعمالهم كانت معاكسة للشيء يلي كانوا يعملوا. أما يسوع المسيح كل كلمة قالها عاشة، كل كلمة قالها يسوع المسيح عاشة. مشان هيك مثال يسوع المسيح كان يستفز الفريسيين، وهالشي هذا يلي خليهن إنهم يوصلوا إنهم يقتلوا. وأكيد بالنهاية ربنا أقامهم من بين الأموات. والكلمة المهمة اللي عم بيقولها يسوع المسيح هون إنه إذا أنتوا بدكم تخبوا ما من مكتوم إلا سيعلم. كل شيء أنتوا مفتكرين إنه أنتوا بتخبوه بهالأرض بالنهاية رح يجي وقت وهالشي هيدا يكون منكشف قدام الناس كلها سوا. مشان هيك كأنه يسوع عم بيقلنا كونوا أنتوا واضحين قدام الله، لأنه ما تفتكروا أنه في شيء رح يتخبى. إذا خبيتوا عن الناس ما تفتكروا أنه هذا الشيء بيتخبى عن الله. وهودي الشغلتين يلي نحن منعيشهم بحياتنا اليوم، نحن منعيش الكذب، والكذبة يلي منعملها بتصير تجر كذبة، لأنه الإنسان يلي بيكذب كذبة صغيرة. مثلا وين كنت؟ أنا كنت عند رفيقي. بس أنا كنت عند رفيقي هيدي كذبة جمعت فيها رفيقي، يمكن يتصل لعند رفيقي هو يكتشف الكذبة تبعوله، أو رفيقي يضطر أنه يكذب لأنه أنا كذبت، وهيك الكذبة بتبلش تكبر. فإذا قديش مهم أنه الإنسان يكون واضح بالكلام يلي عم بيقوله، ما يخاف من شيء، ما يخاف من شيء، لأنه يسوع عم بيقلنا ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، ما تخافوا من الشيء يلي بتكونوا تقولوه، لأنه الكذب لا يدوم. وإذا أنتم مفتكرين أنه هلأ الكذبة تبعيتكم زمطتوا فيها، رح يجي وقت من الأوقات كل شيء أنتم كذبتوه هالكذب هيدا رح ينكشف. للأسف اليوم نحن بعالمنا عالم الكذب، وبعالمنا عالم يعني من ربي نحن أولادنا على طريقة أنه هيدا الصبي طالع حربوق، هيدا الصبي طالع حربوق كتير ومنبسط نحن فيه، وعسلامة عينك يا بابا وبرافو يا ماما تقبر قلبي قديشك ذكي وقديشك حربوق. مش عارفين نحن انه الحرب يلي نحن عم نربي ابننا عليها نحن عم نربيه على الكذب شوي شوي. مشان هيك يسوع بالنسبة لنا واضح وعم بيقلنا ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، اذا انتم بتكون تكونوا معي بتكون تكونوا صادقين، وإذا أنتوا قررتوا أنه تكونوا ضدي كمان بتكون تكونوا صادقين. صحيح رح تتحملوا نتيجة الشيء اللي أنتوا بتكون تعملوه، لكن أنا بقدر الصراحة يلي موجودة عندكم بدون ما تكونوا موجودين معي وبدون ما تكونوا ملونين. فنحن
اليوم إذا منيجي منطلع بالمجتمع يلي نحن عايشين فيه، للأسف إنه أقل شغلة بتصير بحياتنا منشوف إنه منعمل منا قصة كبيرة، هالقصة هيدي بتصير تكبرنا أكتر وأكتر، والمشكلة بتكبر أكتر وأكتر. حتى إنهي أنا وياكم بخبروا عن هوني حية فاتت على محل نجارة، ولما فاتت على محل نجارة في منشار، مدري كيف تمرق هالحية على المنشار بيجرحها، ولما بيجرحها المنشار بتفتكر الحية إنه المنشار عم بحاول إنه يتعدى عليها، بتعضه، لما بتعضه للمنشار بيجرحها أكتر بتمها، ولما بيجرحها بتمها بينزل دم، فبتقرر هي إنه تقضي عليه للمنشار، ولما بتقضي عليه للمنشار بتلف عليه، ولما بتلف عليه للمنشار نهايتها بتكون إنه انقطعت قطعين. وبتصور إنه نحن بحياتنا الشغلات الكذب هي مثل المنشار، نحن منفتكر إنه منقدر نحن نتخطاه، ونحن منقدر إنه نقطعه، ونحن قوية كتير، بس ما منعرف نحن إنه الكذبة تقدر إنه تقطعنا، تقطعنا أول شيء بهالأرض مع الناس اللي نحن كذبنا عليهم، لما بيعطونا اتكات إنه نحن مش صادقين، ما بدي أقول كلمة كذابين، والشغل الأهم من هيك نحن لما بدنا نكون موجودين بيوم من الأيام لما بدو ينكشف كل شيء قدام الرب، قديش بشعة إنه الرب بيقلنا أنتوا ما كنتوا صادقين بكلامكم معي، بتربيتكم لأولادكم، بعيشكم مسيحيتكم، بلقاءاتكم، بكل كلمة كنتوا عم بتقولوها كنتوا بوجهين وبلسانين، لأنه مفتكرين إنه رح بتخلدوا على هالأرض، بس بالنهاية صار الوقت الحقيقي يلي بتكون توقفوا فيه قدام الله العادل. إن شاء الله لما بدنا نوقف قدام الله العادل ما نكون نحن انقطعنا لأنه المنشار قطعنا، منشار هالحياة قطعنا، ونوقف قدام الله كاملين متكاملين بحقيقتنا، ونقول له يا رب هالقد أعطيتنا وزنات والوزنات اللي